لم يعد غريبا أو مفاجئا أن يخرج علينا شخص عربي اللسان يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويؤدي مناسك الحج، يدافع عن الكيان الصهيوني ويبرر جرائمه في حق الشعب الفلسطيني. ففي كل حرب تشنها تل أبيب على الفلسطينيين يخرج هؤلاء من جحورهم ليهاجموا المقاومة الفلسطينية ويلوموها عما فعلته بأبناء الشعب الفلسطيني ويتناسوا عن عمد أصل الحكاية ومنبع الصراع، وهو الاحتلال الممتد على مدار أكثر من 7 عقود. وقد كشفت الحرب الحالية على قطاع غزة حتى الآن عن أكثر من 17,000 شهيد وثلاثة أضعافهم من المصابين، ناهيك عن تدمير نصف مباني القطاع. ورغم ذلك لا يكترث المتصهيونون العرب بما جرى، ولو حدث في مكان آخر لقطعوا أنفسهم بكاء وحزن على الضحايا. ويبدو أننا أمام تيار جديد ظهر ويترعرع في أوساط النخب العربية، يمكن أن نسميه بتيار الصهيونية العربية، الذي يضم طيفا واسعا من المتصهينين العرب، سواء كانوا سياسيين أم إعلاميين أو باحثين أو نشطاء. بهذه الكلمات بدأ الدكتور خليل العناني مقاله الذي تجدون رابطه في صندوق الوصف، وهذا ما دفعني للحديث عن الموضوع الأكثر حساسية في وقتنا الحالي. جهز لك فنجان قهوة أو شاي وخلينا نتكلم عن معرفة خطاب المتصهينين وتحليله. وقبل ذلك لايك شير واشتراك في القناة، وأيضا في صندوق الوصف تجد روابط للتبرع نصرة لإخواننا في غزة. ولا تنسى دعمنا ودعم أي محتوى يناصر قضيتنا الفلسطينية. فجأة وبدون سابق انذار وجدت أمامي العديد من المقاطع والفيديوهات في يوتيوب ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي وهي تمجد في الصهيونية أو تحاول دق أسفين الفرقة والخلاف بين العرب والمسلمين على حد سواء. فمثلا الشيخ أحمد الخليلي رغم مواقفه الداعمة للقضية والمقاومة إلا أن البعض لم يجد سوى وصفه بأنه رأس الخوارج. ولا أستغرب أن أرى في عز لحظات المقاومة وذروة دحر الاحتلال أن أجد من يركز على الاختلافات في المدارس الفقهية الإسلامية، وكأن على حماسة والجهاد الإسلامي أن تخضعان لنغمة الانهزام لدى الشرذمة المتصهينة. حسنا، ليس مهما أن تكون يهوديا أو إسرائيليا حتى تنطبق عليك صفات الصهيونية. فاليوم يعيش بيننا صهاينة عرب مسلمو الديانة في كل البلاد العربية يتزايدون يوما بعد يوم، يصفهم أهل السياسة بالطابور الخامس وينعتهم رواد الفكر بالعمالة الفكرية ويطلق عليهم أرباب الحروب وصف الجواسيس المحليين. أما في القرآن والسنة فاسمهم المنافقون، ويوصف بعضهم بوسائل الإعلام بالمثقفين والكتاب البارزين، غير أن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي باتوا يطلقون عليهم اسم المتصهينون العرب الذين يرقصون في أعراسنا ولا يبكون في أحزاننا، لا يقلقهم حزن غزة ولا يؤلمهم جرح القدس النازف. متصهينون في الفكر والعقيدة، بعضهم إما مطيع للكيان وإما داعم له في العلن، وكثير منهم داعم في الخفاء. يحملون الفلسطينيين المسؤولية الكاملة عن كل شيء ويدافعون عن إسرائيل أكثر من اليهود أنفسهم بصورة تثير الإشمئزاز وتدعو للسخرية. المتحدث الرسمي لجيش الاحتلال ليس أخطر عندي من هذا أو تلك أو هؤلاء، لأن المتحدث له أجندة معروفة، لكن البقية مجرد دمى تحركهم الأموال تارة وحب الظهور تارة أخرى، وما بينهما فالأسباب عديدة. لكي تدعم المقاومة والتحرير من الاحتلال ليس عليك أن تكون مسلما أو عربيا، يكفي أن تكون إنسانا. تلك الإنسانية التي أظهرها أفراد المقاومة في لقطات تسليم الأسرى والمحتجزين. وإنت تشرب قهوتك في فنجانك تذكر أنك إن لم تستطع رفع الظلم عن البشر
فلا تكن سيفا في رقاب مقاومي الإرهاب والظلم والاعتداءات المتكررة. طبتم وطابت فلسطين.